انا زهقت خلاص يا باشمهندس، القصة اللي مش عايزة تخلص دي. ما انا قلت لك كل حاجة مع الاستاذ راتب. حاضر حاضر، هكلمه وخليه يكلمك. مع السلامة. هو استاذ راتب لسه ما جاش؟ استاذ محرز عاوز ايه؟ خليه يتفضل. صباح الخير يا ابلة. صباح الخير، عاوز ايه؟ انا مش عايز حاجه بسعادتك، ده خير سعادتك مقطيني. انا جاي مرسال. مرسال غرام حضرتك؟ والله ما اتاخر يا ابلة. اتكلم كويس وخش في الموضوع. الاستاذ جميل بيعتذر لحضرتك، بنت وصلت امبارح من السفر وبيقولك انه مش هيقدر يجي النهارده وعشان هيقعد معاها. وصلت؟ طب كويس. استاذن انا، اي اوامر؟ اتفضل. لا الاستاذ جميل ولا الاستاذ راتب، انا وحدي كده في المدرسه. اكلم الاستاذ وحيد. انا مدام فوزيه. ايه استاذ وحيد اتقبض عليه ازاي؟ عمل ايه عشان يتقبض عليه؟ فارس، انا رحت الامام، قابلته وقعدت معاه واتكلمنا، قعدت معاه قعده طويله. امام متلخبط عن مراتب، وانا في تقديري انه داخل على منطقه خطر، لو سيبناه يروح لها مش هنعرف نرجعه تاني. لا ابوس ايدك يا فارس بيه، انا مستعد انفذ لسعادتك كل اللي انت عايزه. ده ابني، ابني الوحيد اللي مانيش غيره. انا عارف ومقدر عن مراتب. هو انا لولا احساسي ان احنا اهل وان بينا ايام وسنين وعيش وملح كنت اتصدرت في موضوع زي ده؟ مع ان انا في ناس كتير قوي مش فاهميني صح. الصوره اللي متاخده عني ان انا راجل قاسي ما عندوش قلب، وده عكس الحقيقه. لا لا لا، يعلم ربنا، ده انا طول عمري بشكر في سعادتك يا فارس بيه. ده حتى امي شايفاني كده يا عم راتب. الست فوزيه دي والله بتحبك، وهي الام تكره ابنها برضو مهما عمل. وانا عملت ايه يا عم راتب؟ لا ما عملتش حاجه، بس هي عصبيه شويه وبتشيل في نفسها، واحنا لازم نستحملها. بس شوف شوف، انا عمال اكلمك عن ابنك ازاي وانت بتكلمني عن امي؟ يعني احنا تقريبا اسره واحده. ده شرف، ده شرف كبير قوي قوي قوي. انا ما طلعوش. يعني احنا دلوقتي سايبين اشغالنا وقاعدين عشان ايه؟ علشان ننقذ امام. ننقذه من مين؟ من امام نفسه. مظبوط. وزي ما انا هساعدك انك تنقذ امام من امام، واجبك انك انت كمان تساعدني. انا خدامك يا فارس بيه. احنا لازم ننقذ الست الوالده من نفسها يا عم راتب. اللي بتعمله فينا مش مهم، نستحملها مهما عملت. انما اللي بتعمله في نفسها ده هنسيبها تعمله ازاي؟ انت عارف المريض اللي بنمسكه غصب عنه ونديله الحقنه عشان يخف؟ او احنا الاثنين في نفس الموقف، ده قدرنا. والله والله نطلع من هنا على مدام فوزيه على طول واكلمها. انت معاك كل الحق يا ابني. لا تكلمها. تكلمها ايه يا استاذ راتب؟ ما احنا ما اتكلمنا معاها ومفيش نتيجه. في حالات معينه الكلام ما منوش فايده، بيعقد الامور اكتر. انت عارف ماما صرفه كام السنه دي بس على القضايا الفارغه اللي عماله ترفعها يمين وشمال دي؟ 3 مليون جنيه. مش ولادها اولى بيهم؟ المصاريف المهوله اللي بتصرفها كل سنه على المدرسه وفي الاخر تطلع خسرانه، مش حرام ده عم راتب ولا ايه؟ والله انا ساعات بحس انها عايزه تفرتك اللي وراها واللي قدامها، عشان بعد عمر طويل يعني ما تسيبلناش اي حاجه، رغم ان احنا مستورين والحمد لله ومش محتاجين اي حاجه. انما هيرضي مين ده يا استاذ راتب؟ والله معاك حق يا فارس يا ابني، انا ياما نصحتها لكن هي ما بتسمعش من حد. انا اسف ان انا غيرت الموضوع، اصلها الحقيقه اول مره الاقي حد فضفض معاه في الكلام. ما انت برضه في مقام والدي الله يرحمه. ربنا يخليك يا فارس بيه، هو انا طول. خلينا في امام. انا عرضت على امام فرصه عمر. امام هيخرج عن مراتب، ومش هيخرج وبس، لا ده هيبقى داعيه مشهور، له كلمه وله اثر، وهيكسب كويس جدا وبالحلال. امام عاوز منك زقه صغيره يا عم راتب. انما لاحظ ان انا لو عملت حاجه زي دي هبقى انا المسؤول قدام اللي فوق، ودي مسؤوليه مش سهله. انا مش عايز منك اجابه دلوقتي، انا هخليهم يعملوا لك تصريح تاني علشان تشوفه وتتكلم معاه، وبعدين نبقى نقعد انا وانت مع بعض. اشرب بقى شايك قبل ما يبرد. ادي يا بنتي الحكايه كلها.
عرفتي ليه يا ابو شينا يا بنتي انا مهتم بالاسره دي؟ حضرتك عايز رايي يا بابا؟ كلهم غلط، حتى مدام فوزيه اللي حضرتك بتتكلم عنها دي عيله كده كلهم معندين مع بعضهم، وبعدين اسوأ حاجه في الدنيا دي كلها هو العند. طب ما انا وحضرتك ياما اختلفنا مع بعض، بس كنا دايما بنتكلم ونتناقش، ويا تقنعني اقنعك، غالبا طبعا كنت انا اللي بقنعك. على فكره يا بابا انا حاسه ان رؤوف ده مختلف عنهم، يعني مش عارفه بحسه كده طيب وهلهلي وبوهيمي. الولد ده من جوه قلبه زي اللبن الحليب. تعرفي ان الولد ده رفض ينضم لاخواته ويرفع على امه قضيه، مع انه هو بقى احوجهم ماديا. اهو الولد ده اللي مش لاقي حته يبات فيها لو طالب بحقه هيجيله ملايين وهو قاعد. بس انا ساعات بحس ان الفنان اللي جواه بيخليه يترفع عن الصغائر. بس هو شكله كده شقي شويه. لا اطلاقا، ده عامل زي القطه المغمضه، لا يعرف كده ولا يعرف كده. انما انت ايه اللي خلاكي حسيتي ان هو شقي شويه؟ هو حصل منه حاجه كده خليتك حسيتي انه؟ لا خالص، ده مجرد انطباع. وكمان على فكره بالعكس، ده خجول جدا. عارف حضرتك المره اللي انا شفته فيها كان باصص في الارض وحتى ما رفعش عينيه فيا. هو ده رؤوف، خجل اقرب الى خجل البنات. هاكلك اكل مصري بقى. عجب عجب، واحد حبيبي هو اللي جابني المطعم ده ومن يوميها وانا بقيت زبونه. اخ استاذ جميل. جميل يا الله يكسبك. يا استاذ ايه اللي جابك المطعم تاني؟ انا قلت الدكتوره وصلت بالسلامه وخلاص هتقضيها اكل بيتي، وايام العزوميه راحت خلاص. ازيك يا دكتوره؟ ازيك يا رؤوف، ما تتفضل معانا. اتفضل فين؟ لو كان لوحده كان اتفضل. هاي الاخت نادين الزحلاوي من بيروت مخرجه، انما ما حصلتش يا ريس، هي اللي هتخرج لي الكليب بتاعي ان شاء الله. هو انت هتعمل كليب؟ هو الريس مالكيش ولا ايه؟ امال بترغي في ايه من الصبح يا استاذنا؟ وازاي تنسى تقول لها حاجه زي دي؟ ازاي؟ بنرغي في حاجات مهمه، اشياء قيمه، ما بنتكلمش في تفاهات. شفتي بقى الاستاذ شدد عليا طول الوقت ازاي؟ ما تزعلش يا رؤوف، ده حب. ما هي دي المصيبه، ان انا عارف ان هو بيحبني، بيحبني ان انا قد كده اهو. طب انت عارف الاستاذ المعترض ده هو اللي اختار لي الاغاني اللي انا هغنيها بنفسه واحده واحده. ايه ده يا بابا؟ امال ما قلتليش يعني؟ قلت له حاجات عليها القيمه بدل الضحاله الفكريه اللي بقت اشبه بالوباء. اداني قصيده لايلي يا ابو ماضي، وقصيده لابو الاسود الدقلي، ورائعه من روائع المتنبي. وانت بقى هتغنيهم في الشريط؟ طبعا لا. انا اللي غلطان عشان تعبت نفسي وسهرت الليل بطوله علشان اطلع له من دواوين الشعر العربي درر وكنوز. يمكن يا بابا مش هي دي الدرر اللي رؤوف بيدور عليها، اكيد لقى درر تاني. لا والله ان شاء الله هبغنيهم يعني ان شاء الله كده بعدين، يعني بعد رحله الانتشار. عموما يا رؤوف انا واثقه انك هتنتشر جدا، ده انت يا ابني من ساعه ما دخلت المطعم والناس كلها ما شالتش عينيها من عليك. انا مش عارفه ايه اللي خلاك تروح له يا استاذ وحيد، ايه اللي خلاك تعمل كده من غير ما تقول لي؟ انا كنت رايح له بصفه وديه، كنت بحاول احل الموضوع، لكن انا ما كنتش متصور انه يطلع بالخسه والنداله دي. كان مجهز شروط الزور، المؤامره كلها كانت متوضبه. انا اتخذت على اخوانا. طب والله العظيم، والله العظيم يا مدام فوزية، انا لا شتمت ولا اعتديت على حد ولا عملت اي حاجه. طب ازاي بس؟ ده انا في مكتبه. انا واثقه يا استاذ وحيد، مش انت اللي مقصود باللي عمله فارس، انا اللي مقصوده. فارس بدا يلعب معايا العيب القذره. جراها كلها نشر الموضوع في الصفحه الاولى قد كده، مصوراني كاني مجرم سفاح بلطجي، كله بينقط فارس كانه في فرح. انا سمعتي راحت خلاص يا مدام فوزيه، راحت. ما تقولش كده يا استاذ وحيد، انا مش هسكت، مش هسيب الموضوع ده مهما حصل. مدام فوزيه انا مش عايزك تزعلي مني، بس صدقيني انا مش هقدر استمر كمحامي ليكي في قضيتك ضد ولادك. دي قضيه صعبه وانا ما عنديش حد في مكتبي ممكن يقوم بيها، عشان كده باركوكي عشان خاطر شوفي محامي بسرعه وفي اسرع وقت. انت اللي هتكمل القضيه يا استاذ وحيد، وهتكسبها ان شاء الله. ماشي سامحيني يا مدام فوزيه، انا مضطرب ومتلخبط والدنيا سودة في وشي. انا بقالي 40 سنه محامي، لكن اول مره ابقى فيها متهم.
أنا دلوقتي بس حسيت بالمرارة اللي بيحس بيها متهم مظلوم وهو بيدور على بيت مراته. بيت هو ده اللي مضايقك يا بيت انتي؟ حاسة وشكة وفارس متغير؟ ما هو ده الهبل اللي مودينا في داهية. أولاً فارس أخويا وأنا عارفاه، مفيش في حياته حاجة غير السياسة وانتي. يا فريدة انتي هتقولي لي نفس كلام ماما وبابا؟ احنا سننا قريب من بعض، يعني انتي أكتر واحدة فاهماني. وفريدي ان واحدة لافت عليه كام يوم، ما كل الرجال عنيهم زيغة، المهم هيرجع لمين في الآخر. واحدة لفت عليه؟ ده نقتله أموته كمان. بصي بقى، انتي شغلة نفسك بحاجات تعكنين بيها على روحك وخلاص. الحمل اللي اتأخر، طب ما انتوا لسه صغيرين، هتفضلي بقى حاطة ايدك على خدك وتقعدي تعيطي وتصوتي؟ طب اعمل ايه يا فريدة؟ تشتغلي، تعملي لنفسك حياة خاصة، تعملي لنفسك كارير وتنجحي فيه، ساعتها فارس هتبقى عينه في وسط راسه. اشتغل؟ اشتغل ايه؟ اسمعي بقى، تيجي تشاركيني في ايه؟ قناة فضائية انا بعملها اسمها فاميليا. هي دي بتاعتك؟ انا شايفة الاعلانات واللوجوهات بتاعها في التلفزيون والشوارع. ايوة بتاعتي انا، ومعايا شركة كل واحد فيهم حاطط كام مليون. انتي بقى خريجة جامعة امريكية ودارسة إدارة أعمال، يعني هتعملي شغل هايل، إيه رأيك؟ مش عارفة، بس متهيألي إن دي محتاجة فلوس كتير. يعني معقول طنط وأنكل هيستخسروا فيكي كام مليون؟ هما ليهم حد غيرك يا بنت أنتي؟ طب وفارس، عارف الموضوع ده؟ هو عارف طبعًا، بس أنا عاوزاكي بقى تخشي معايا شريكة من غير ما هو يعرف، ويتفاجئ بالحكاية دي. مش عارفة يا فريدة، هفكر في الموضوع ده. الله! فريدة هنا؟ ازيك يا فريدة؟ ازاي حضرتك يا أنكل؟ ايه يا بنتي؟ بقالنا كتير ما شفناكيش. يعني كان شوية شغل كده. انت صحيح اشتغلت مذيعة؟ بحاول، سجلت كام حلقة من برنامج وهو لسه. مش فاكر مين قال لي، بس حقيقي بقى بيشكرني فيكي. ربنا يخلي حضرتك. طيب واسم البرنامج ايه؟ العائلة السعيدة. الايه؟ العائلة السعيدة؟ ويا ترى يا بنتي لقيتي عائلات سعيدة كفاية؟ ده الناس يا بنتي مش طايقة نفسها. والله يا فندم في ناس كتير راضية ومبسوطة. بما ان بقى حضرتك فتحت الموضوع، يا ريت تقف جنبي وتدخلني التاريخ وتشرفني في حلقة. انا؟ لا، حضرتك وطنط وسلمى. طب وفارس اخوه، هو مش من ضمن العائلة السعيدة برضك؟ مساء الخير. مساء النور. ازيك يا دكتور؟ بس اهو كده كملت العائله السعيده. تجعلوا عامر يا مدام فوزيه، انا حاسس ان احنا عيله واحده. كملي كملي يا ابو سينا. وبعدين رحت لرئيس القسم وقدمت له شكوى، كتبت فيها ان دكتور ديفيد بيضطهدني لاسباب عرقيه وسياسيه، وان دي جريمه في حق العلم وفي حق الحضاره الانسانيه. برافو عليك. وكان لازمتها ايه الشكوى بس يا ابو سينا؟ انت يا بنتي كده اتسرعتي، الموضوع كان محتاج شوية لياقة وشوية كياسة. استنى انت يا أستاذ جميل، خلينا نكمل كلامنا. ورئيس القسم عمل ايه؟ ولا حاجة، بصلي كده باستخفاف وقال لي دكتور ديفيد عالم جليل واسم كبير، وانت لسه ولا حاجة، هيضطهدك ليه؟ بطلوا بقى نظرية المؤامرة اللي بتعلقوا عليها، فشلكوا في كل حاجة. لا، دي صفقة وقلة أدب. وسكتي له؟ كان لازم تسكت له يا مدام فوزية، ده رئيس قسم. أرجوك يا أستاذ جميل، أنا مش عارفة أتكلم مع البنت. طبعا ما قدرتش اسكت له، فضلت ازعق وقلت لهم انا لازم اغير المشرف على رسالتي، هاتولي حد تاني. وعمل ايه؟ قال لي ده مش قرارك انت، ده قرار الجامعه، وشبه طردني من مكتبه. شفتي بقى، لو كنت خدت الموضوع بهدوء وبعقل ما كانش تطور بالشكل ده. ما بتسمعيش كلامي؟ كملي كملي يا ابو زينه. خرجت من مكتبه يا مدام فوزيه وانا حاسه ان الدنيا كلها بتلف بيا، تعب سنين عمري يضيع في ثانيه. لقيت نفسي بصرخ وما كنتش عارفه انا بقول ايه، وكل الطلبه اتلموا عليا ورحنا وقفنا على سلم الكليه، قعدنا نهتف وكتبنا يفط، ولقينا وكالات الانباء كلها جايه تصور. برافو عليك، اهم حاجه تثبتي على موقفك. تاني يوم اجتمع مجلس الجامعه علشان يدوا قرار في موضوعي. دكتور ديفيد قال ان انا هددته بالقتل واني لا اصلح اني انتمي للحياه العلميه والاكاديميه. وانت هددتيه بالقتل يا ابو سينا؟ انا لما خرجت من مكتب رئيس القسم كنت منفعله، قلت اللي هيقف في طريق مستقبلي هقتله. لحظه انفعال ما كنتش دريانه بكلامي، اخدوها دليل ادانه ضدي وفصلوني. ما انا بقول لك من الصبح يا ابو سينا. وبعدين يا ابو سينا؟ جالي انهيار عصبي ودخلت المستشفى، واول ما حسيت اني اقدر امشي على رجليا قمت من السرير واخدت الطياره وجيت على هنا على طول. انا ما كنتش قادره اقعد في باريس لحظه واحده بعد اللي حصل ده. خير ما فعلتي، اول مره تعملي حاجه صح. اكبر غلطه عملتيها،
ده تصرف انهزامي ضعيف لا يليق ببنت واعية مثقفة زيك. انت كده نزلتي من نظري. وانا كنت هعمل ايه بس يا مدام فوزية؟ تعملي كتير، ترفعي قضية على الجامعة، ان شاء الله توصل لمحكمة العدل الدولية، وتعملي رأي عام عالمي يكشف تعصبهم. وعلى ايدك كله بس يا مدام فوزية، ما المثل بيقول ابعد عن الشر وغني له. ابعد انت يا استاذ جميل وغني للعالم الرومانسي اللي انت عايش فيه. تعالي يا ابو سينا، دي اول مرة احنا نقعد مع بعض فيها، وانا اعتبرتك بنتي. قدامك حل من اتنين، يا تستمر في المعركة للآخر وتبقي حاجة، يا اما ابوك يشوف لك عريس ويجوزك ويستتك ويقعدك في البيت وتنسي كل اللي اتعلمتيه في حياتك. خلاص يا فارس بيه، امام عقل وبقى كويس وعرف مصلحته، والبركة في سيادتك. والله طب دي اخبار هايلة. هتطلعوه امتى ان شاء الله يا فارس بيه؟ مش انا اللي بطلع يا عم راتب، ما انت عارف ده مش من سلطتي. الموضوع مش بالسهولة دي، انا لسه هكتب تقرير والتقرير هيتناقش، وبيني وبينك انا بصراحة خايف امام يخذلني في النهاية. لا يا سعادة بيه، والله والله ما يخذلك ابدا، ده هو الجميل اللي حضرتك عملته فيه مش هينساهولك خالص، وزيارتك ليه في شدته فرقت معاه كتير كتير قوي. الله، امام ده اخويا يا عم راتب. ده شرف لينا يا فارس بيه. طب اذا حصل وحلينا مشكلة امام وخرج يبقى دين، دين ليك في رقبتي العمر كله. طب ولو كنت تقدر ترديلي الدين ده دلوقتي حالا؟ والله العظيم ثلاثة متأخر عن سعادتك في حاجة أبدا. أنا عاوزك بمليك من ثقة عند الست الوالدة إن كل بدور في لم شمل الأسرة من تاني. أنا على قد ما قدرت رغم المشاكل والقطيعة طول السنين اللي فاتت إن ألم إخواتي حواليا، أنا وفريدة ورؤوف عمرنا ما تفرقنا، دايما مع بعض. أنا عاوزك بقى تساعدنا إننا نجيب ماما. يا سلام، أنا بقى بيتأكد لي كل يوم والتاني ابنك بني آدم مفيش منه النهاردة خالص. أمر يا ابني أنا خدامك. العفو يا مراتي، ما تقولش كده. كل محاولات التودد والطرق الطبيعية إحنا استنفدناها خلاص. عارف يا مراتي مشكلة ماما إيه؟ إنها مش محتاجة لنا، مش محتاجة لأي حد. أي أم في سنها هي اللي بتسيب ولادها ياخدوا بالهم منها. يا مراتي الست دي لازم تفهم إنها أدت رسالتها وعملت اللي عليها وزيادة. أنا الأوان بقى إنها تقعد وترتاح، مش كده؟ معاك حق والله يا فارس بيه، مدام فوزية تصعب عليا قوي. يعني مثلا لا قدر الله لو حصل لها اي حاجة مين اللي هيورث كل ده؟ مش احنا؟ مش ولادها؟ طب ما تتمتع بكل ده مع ولادها وهي عايشة، ولا انا بتكلم غلط يا عم راتب؟ لا والله معاك حق يا فارس يا. شوف يا عم راتب، اتفضل استريح. انا عارف ان ماما عاملة لك توكيل بالتصرف في حساباتها اللي في البنك. انا عاوزك بموجب التوكيل ده تحول لي كل الأرصدة ليا أنا وفريدة ورؤوف طبعا. مالك اتخضيت كده ليه؟ كأني بقول لك اسرق أمي. لا العفو يا فارس بيه. طب اقعد يا عم راتب، اقعد. أحيانا الواحد يعمل حاجات يمكن يكون شكلها وحش، لكن على المدى البعيد هتلاقيها أعمال عظيمة. إحنا مش محتاجين فلوسها، ولا حد فينا هيهوب ناحية مليم من فلوسها. إحنا كل اللي إحنا عاوزينه إننا نمنحها إنها تتصرف في فلوسها وتبعزقها يمين وشمال على قضايا تافهة لا هتودي ولا هتجيب. في ناس كتير أوي عم راتب استغلوا الشرخ اللي بيننا وبينها ودخلوا واستفادوا وعملوا ملايين. بعدين مفيش حد في الدنيا دي هيخاف عليها أكتر مني. ده أنا ابنها الكبير، ولا يمكن هسمح وأنا في مركزي ده إنها تعيش في مستوى أقل من اللي هي كانت عايشة فيه. طب لو سألتني اقول لها ايه يا فارس بيه؟ تسألك ازاي؟ وانت هتشوفها فين؟ في المدرسة. المدرسة هتتقفل يا عم راتب، السنة دي اخر سنة، قدامك لحد الامتحانات ما تخلص، يعني شهر واحد بالكتير ومش هيبقى فيه مدرسة. انت كمان لازم تقعد وترتاح بقى يا عم راتب، كفاية قوي اللي عملتوه انت وماما. المفروض ان انا وامام اللي نشتغل ونريحكم، جه دورنا احنا بقى. كتر خيركم قوي لحد كده. قدامك فرصة تفكر لغاية يوم الحد، وانا كمان هفكر بالنسبه لموضوع امام، وربنا يعمل فيه الخير. مدام فوزية كان عندها حق يا بابا، كل الكلام اللي قالته صح. انا فعلا لازم ارفع قضيه على الجامعه وافضحهم في كل المجلات والجرايد وفي كل القنوات. مسبوسه يا بنتي، ابوس ايدك، ده احنا ما صدقنا ان انت رجعتي بالسلامه. الحمد لله ان الموضوع خلص على قد كده. يعني انت يرضيك كده يا بابا؟
بعد كل التعب وسهر الليالي ده ارجع من هناك مطروده ومرفوده؟ ده انا كنت خلاص فاضل لي اسبوعين وهناقش وهاخد الدكتوراه. طيب ما تاخديها من هنا يا بنتي، ده جامعات مصر واكاديميتها العلميه بسم الله ما شاء الله عامره بالاساتذه النوابغ، واكيد هيسندوكي ويقفوا جنبك. هو انا لسه هبتدي من اول وجديد؟ لسه هدور على دكتور يوافق يشرف على الرساله ويمكن ما يعجبوش المنهج اللي انا عاملاه؟ يبقى كده دكتور ديفيد انتصر عليا. سيبك يا بنتي من طنطك فوزيه، دي ست عايشه في صراع دائم مع الحياه، هي كده يا بنتي، لكن احنا بقى لازم نمشي جنب الحيط. انا بقى يا بابا مش همشي جنب الحيط، انا همشي في نص الشارع ومش هسكت ابدا على اللي حصل ده. انا مش عايزه اخد الدكتوراه بس انا عايزه اخد حقي. اهلا يا رب. فيه؟ هو انا جيت في وقت مش مناسب ولا ايه يا استاذنا؟ اصل الدكتوره قابلتني بوش كده فكرني بوش امي الله يمسيها بالخير. ما احنا كنا عندها. وحصل ايه؟ قفشت معاها؟ بالعكس، ده هم بقوا زي السمنه على العسل، قفشت معايا انا. ماما قفشت مع حضرتك؟ لا، دي بوسينه بنتي هي اللي زعلانه، مدام فوزيه قعدت تسخن فيها وتقول لها ما تسكتيش على حقك، ارفعي عليهم قضايا في المحاكم وهجميهم في الجرايد والمجلات، ودي راسها وألف سيف إلا تبتدي معركة جديدة معه. يا سيدي إذا كان على الفضائح في الجرايد والمجلات أنا موجود، وإذا كان على القنوات الفضائية أختي فريدة عاملة قناة تفتحها أول الشهر تعمل لها حملة إعلامية كاملة. وأنت إيه بس اللي خليك تاخدها وتروح لفوزية؟ مدام فوزية ودنت عيب، هي اللي طلبت تشوفها. طيب خليها تجهز، وحضرتك كمان هاخدكم ونروح الجورنال نقابل رئيس التحرير، هو ما هيصدق وهيقلب لكم الدنيا. أرجوك تهدي يا مدام فوزية، انا بلغت معالي الوزير وهو هيقابل سيادتك. انا مش جايه له بصفتي ام جوز بنته، انا جايه له بصفتي مواطنه عاديه ولازم اقابله. هو مش قاعد في مكتبه عشان خدمه المواطنين؟ يا هانم احنا هنا كلنا في خدمه المواطنين، بس يعني يا ريت سعادتك تديني فكره عن الموضوع عشان انقل الصوره لمعالي الوزير. متاسفه، انا لازم اقول له هو شخصيا، واذا ما تصرفش الدنيا كلها هتعرف. خلاص يا هانم على راحه سيادتك، انا قلت يعني يمكن تكون حاجه بسيطه واقدر اعملها. انا مش جايه للوزير عشان حاجه بسيطه، وأرجوك تستعجله، أنا سايبة المدرسة ما فيهاش حد. كان الله في العون يا هانم. ألو؟ حاضر، حاضر يا معالي الوزير، حاضر. بعد إذن حضرتك، الميتنج خلص. سلام. طب استناني بره دلوقتي. انت ولد مش مؤدب ولازم تتربى، البشاورة دي سرقها بالحصر. والله ماما سرقتها، انا لقيتها مرمية في الشارع. ما تقولش والله، ما تحلفش يا كذاب. انا مش كذاب. بتبجع فيا؟ تعال هنا افتح ايدك. خلاص يا ماما. بقولك افتح ايدك. خلاص كفاية يا ماما. ازاي حضرتك؟ الحمد لله. صحتك كويسة؟ الحمد لله. هو حضرتك كنت جاية تقابلي معالي الوزير ليه؟ وانت مالك؟ بيتهيألي من حقي أعرف. بصفتك إيه؟ بصفتي جوز بنته؟ بصفته حماية؟ هو بصفتك جوز بنته، لازم تعرف كل اللي جاي له عايزه في ايه. هو مش ده برضو اللي انت طردتيه من بيتك؟ جاله دلوقتي ليه؟ انت عاوز تستفزني يا فارس بيه؟ عايز تلعب معايا اللعبة الحقيرة اللي انت لعبتها مع وحيد سرور المحامي؟ لا انا ما لعبتش على حد، هو اللي جالي في مكتبي وتهجم عليا وكان عايز يقتلني، وانت عارفة كده كويس. ده اللي مكتوب في المحضر، وده اللي قالوه شهود الزور اللي انت اشتريتهم. ده اللي هو فاهمهولك؟ ده اللي مقتنع بيه. صدقت الكلام الفارغ اللي بيقوله؟ ايوه، عشان انت كذاب. انا مش كذاب. انت عارف ايه مشكلتك؟
زمان لما كنت بتكذب وكنت بعاقبك كنت بقول خلاص اتعلمت ومش هتكررها تاني، واول ما كنت اسامحك كنت تغلط غلط اكبر من الاولاني. انت عمرك ما سامحتي، عمرك. ولو عايزه رايي اتفضلي تمشي دلوقتي حالا، معالي الوزير مش هيقابلك. قرار مين ده؟ ده قراري انا، احب اسمعه منه، لان هطلع من هنا على مكتب رئيس الوزراء. انت بتهدديني؟ اللي ماشي صح ما بيتهددش، اللي على راسه بطحه هو اللي حاسس انه بيتهدد. اهلا 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 يا فارس بيه، نورت الدنيا يا باشا. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. اتفضلي فوزيه. هلا. هي كانت عايزه معالي الوزير فيها صبري؟ الحقيقه يا باشا مش عارف، هي قالت عاوزاها في مساله خاصه وما قالتش حاجه تانية. اتفضلي يا مدام فوزيه. أموري. أنا جايلك بصفتك وزير وبصفتك حما ابني في نفس الوقت. إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن في ظلم وقع على واحد مظلوم، واللي ظلمه جوز بنتك. واحد مين؟ الأستاذ وحيد سرور المحامي بتاعي. الموضوع دلوقتي بين إيدين القضاء ومحدش يقدر يتدخل فيه. لا، ممكن نتدخل أنا وأنت. هنتدخل نعمل إيه؟ الشهود شافوه وهو بيعتدي على فارس وخلصوه من بين إيديه بالعافية. أنهي شهود؟ شوية القلاديش بتوعه؟ هل يعقل يا سيادة الوزير؟ أنا دلوقتي في مكتبك، ممكن أتهجم عليك وأنت في وسط حراستك؟ اللي أنا فهمته إن المحامي فقد أعصابه. وإيه الدافع اللي يخليه يفقد أعصابه؟ ده راجل قانون وعارف هو بيعمل إيه. يا مدام فوزية، أنت عارفة إن أنا راجل قانون وعمري ما أرضى بالظلم أبداً، إنما في الحقيقة أنا أول مرة أشوف حد بيدافع عن المحامي بتاعه، مش المحامي بتاعه اللي بيدافع عنه. ضد مين؟ ضد ابنك. انت عارفه لو كلامك ده طلع مظبوط ايه اللي هيحصل؟ فارس هيبقى متهم، والتهمه مش بسيطه، خصوصا انه شخصيه عامه وبيلعب دور سياسي كبير في البلد. الحق فوق الكل يا سياده الوزير. حاضر، سيبينا اشوف الموضوع ده واوعدك ان اعرف الحقيقه كامله، ولو فارس طلع غلطان وأكد لك إنه هياخد جزاءه. لا شك أن قضية الطالبة المصرية بثينة جميلة أبو المعاطي ليست مجرد قضية شخصية، وإنما هي قضية تخفي بداخلها قضية أكبر من هذا بكثير. إنها قضية المواطن المصري، أو بالأحرى المواطن العربي في صراعه الدائم القديم مع الإمبريالية الغربية، فقد ملأهم الحقد الأعمى على تفوقها ونبوغها. ماذا فعلوا؟ لقد وقفوا أمامها كعقبة يريدون أن يعطلوا مسيرتها العلمية، ونحن هنا صامتون، لا رد فعل ولا استنكار ولا شجب ولا حتى إدانة. لقد تعودنا أيها السادة أن نبتلع الإهانة تلو الإهانة دون حتى أن نعترض، ويدعون أنهم بلاد الحرية والديمقراطية، بينما تغتال الحرية على أيديهم كل يوم. يا جماعة أنا بشكركم جميعا على وقفكم جنبي وعلى تأييد موقفي، والشيء الغريب ان موضوع الرساله اللي انا اشتغلت عليها كان عن صوره الشخصيه العربيه في الاعمال الادبيه الغربيه، والموقف ده طبعا بيؤكد ان صورتنا في عيون الغرب هي صوره مغلوطه، وان في ايدي خفيه بتحاول انها تثبت الصوره دي. والحقيقه هي دي قيمه المعارضه المصريه، هي قدرتها على انها تقول كلمتها في اي لحظه بصرف النظر عن اي حسابات او مصالح شخصيه، في الوقت نفسه اللي كل الهيئات الرسمية في الدولة تجاهلت الموضوع تماماً. اصحى يا أستاذنا، الدكتورة بوسينة بعد ما قطعت فرنسا والسوربون دخلت دلوقتي على الحكومة. الساعة بقت كام دلوقتي؟ أنا أصلي صحيت بدري أوي النهاردة، كان عندي الحصة الأولى. بس ده أنتوا طلعتي ثورية. أه يا دكتور، انا بالرغم ان انا بشتغل في جنان حزب لكن ما اعرفش اقول شويه زي اللي انت قلتيهم دول. انا لما كنت بتكلم ما كنتش بتكلم عن افكار او توجهات حزب يا رؤوف،
انا كنت بتكلم عن هموم امه بحالها. انا رايي ان الكلام ما منوش فايده. العمل هو الرد الشامل الجامع المانع. انت لما تاخدي الدكتوراه بتاعتك من هنا من بلدك بامتياز مع مرتبه الشرف، هو ده الرد. نعم، وانسى كل اللي اتعمل فيا يا بابا. هو حضرتك بتقول ايه بس؟ واسيب بقى المعركه في ثانيه كده. انت خلاص خلتيها معركه، مفيش نصيب في الجامعه دي، في غيرها، واكيد في البلد هنا هتلاقي اللي يقف جنبك ويقدرك. لا بقى معلش يا بابا، حضرتك ما كنتش كده. هو ايه اللي حصل بقى؟ الاستاذ جميل ابو المعاطي يستسلم بالسهوله دي؟ انت اللي اتغيرتي يا ابو سينا، انت ما كنتيش كده قبل ما تسافري. المفروض ان حياتك في الغرب تخليكي اكثر عقلانيه واكثر هدوء. صلوا على النبي يا جماعه، صلوا على النبي. لحسن اللي انا سامعه ده زي ما يكون انا وامي بنتناقش مع بعض. مدام فوزيه على فكره عمرها ما قالت كلمه غلط، مع اني ما قابلتهاش غير مره واحده. يعني انا اللي بتكلم غلط يا ابو سينا؟ لا طبعا يا بابا، انا مش قصدي كده. حضرتك عارف انا بحبك وبقدرك قد ايه، بس الزمن ده بقى مش عايز حد ضعيف. الزمن ده عايز اللي يطالب بحقه ويفضل يدافع عنه لاخر نفس. لاخر نفس دي بتاعت امي والنعمه، انا فاكرها والنعمه. طب بقول لكم ايه، ما تيجي نهدى كده ونروح نشرب حاجه في اي مكان؟ فين؟ لا اصل انا عقبال عندك كده، لسه قابض النهارده وطالبه معايا اعزمكم في مكان نظيف كده على 2 شاي، اذا ما كانش الدكتور عندها مانع. طبعا انا ما عنديش مانع. انا بقى اللي عندي، انا عندي الحصه الاولى في المدرسه، عشان كده لازم انام بدري عشان اتابع بنفسي الدروس مع الاولاد. المكان هنا مش اي حد بيدخله، ده ما بيخشوش غير كبار البلد. ما هو انا فارس اخويا هو اللي عمل العضويه هنا يا استاذنا. واضح خالص المكان بصراحه فظيع، جميل جدا. انا قلت بقى معانا استاذ الاجيال والدكتور ابو سينا، يبقى لازم اجيبهم مكان يليق بيهم. انتوا عارفين يا جماعه في فرنسا بقى كبار البلد بيقعدوا في الشوارع وعلى الارصفه كمان، زيهم زي عامه الشعب بالظبط. طب على فكره انا مره كنت باكل في مطعم لبناني في باريس ولقيت ساركوزي قاعد على الترابيزه اللي جنبي. لا والله، قاعد بيعمل ايه؟ هيكون بيعمل ايه يعني، بياكل طبعا. ايه ده؟ ده من فرنسا، اوله 33، اكيد حد عايزك انت. الو وي مرسي بوكو مسيو دافوار اكسبتي مون بروسي. است كو فو فولي كون سو فوا لا سمان بروشان؟ داكور، با دو بروبليم. اي بور لي اونورير؟ بارفي، مرسي بوكو، مرسي، افوار. ده مين ده اللي طالبك يا ابو سينا؟ ده مسيو فرانسوا يا بابا، ده أكبر محامي في فرنسا. محامي؟ طب وبيكلمك ليه؟ هو حصل حاجة تاني؟ لا يا بابا، ما أنا عديت عليه قبل ما أجي على مصر وحكيت له الموقف بتاعي بالظبط، وكمان حكيت له على كل الظلم اللي أنا تعرضت له، وهو بقى وعدني إن هو هيدرس قضيتي قبل ما يرفضها أو يقبلها، وهو كلمني دلوقتي وقال لي إن هيمسك القضية بتاعتي. هو طالب كام أتعاب؟ 10,000 يورو، ده غير طبعًا مصاريف السفر، يعني في حدود 15,000 يورو كده. 15,000 يورو حتة واحدة؟ يا بابا ده كمان مقدر إن أنا طالبة في الجامعة. ده أكبر محامي في فرنسا وأتعبه أكتر من كده بكتير. يعني أنت مصرة برضه؟ ما هو أنا بقى يا بابا بصراحة مش هرتاح ولا يهدالي بال غير لما أخد حقي. أنا لازم أسافر فرنسا في خلال أسبوع. ترجعي فرنسا؟ أنت بتقولي إيه يا أبو سينا؟ ده أنا ما صدقت إنك جيتي، عايزة تسافري وتسيبيني؟ يا بابا ده هو أسبوع مش أكتر. أنا مش مقتنع، واللي أنت عايزة تعمليه أنا مش موافق عليه. أنا رأيي إن إحنا نأجل كلام في الموضوع ده لما نرجع البيت، إحنا جايين هنا عشان نقعد قعدة حلوة. الله يخرب بيتك يا فرنسوا عشان تتكلم مكالمة زي دي دلوقتي، عكن علينا. انت ايه رأيك يا رؤوف؟ ما تتكلم. ما بلاش انا يا ريس، مش عايز ازعل حد مني. لا قول لها رأيك، انت في مقام اخوها وانا بعتبرك زي ابني. قول لها رأيك، لان ابو سينا متصورة ان انا بعارض لمجرد المعارضة. احنا ثلاثة، كل واحد يقول رأيه بديمقراطية كاملة. انا رأيي ها ان ابو سينا معاه حق، ولازم تفضلي ورا حقك لحد ما تجيبيه. ايه ده؟ لا انت اخوها ولا انت ابني، ولا عايز اعرف رايك خالص. والله العظيم انت حبيبي واحلى حاجه حصلت لي في دنيتي دي كلها. ربنا يخليك يا رب وما يحرمنيش منك ابدا يا بابا. ويخليكي ليا يا سلمى يا بنتي. بابا انت قبل كده عرضت عليا ان اشتغل مش كده؟ وما سمعتيش كلام. العمل في حد ذاته يا بنتي قيمة. صحيح احنا مسطورين ومش محتاجين حاجة، انما يا بنتي القعدة في البيت بتجيب اكتئاب. انا بقى قررت ان اسمع كلامك. طب كويس، وهتشتغلي فين؟ هشارك فريدة اخت فارس. شاركي فريدة ازاي؟ انا اعرف ان فريدة بتشتغل مقدمة برامج، هتقدمي برامج معاها؟
لا يا بابا، فريدة صاحبة القناة وهي داخلة بفلوس كتيرة قوي، وبصراحة بقى يا بابا أنا قررت إن أدخل معها. وفريدة معها فلوس عشان تفتح قناة لوحدها؟ معها شركة. ومين هم الشركة دول؟ بصراحة أنا معرفهمش، بس طبعا حضرتك لو عايز تعرف حاجة هتعرفها. ويا ترى خدت رأي فارس في اللي انت هتعمليه ده؟ لا يا بابا، وبصراحة أنا مش عايزة أقوله حاجة. يمكن يا بنتي فارس له رأي تاني. فارس ملوش دعوه بأي حاجة يا بابا. طيب واسمها ايه بقى القناة دي؟ يعني ايه يا بوسينة يا بنتي عايزة تبيع الشقة؟ ده كلام؟ ده أنا شقيت السنين دي كلها علشان أجيبها لك، أطمن عليكي وأضمن إن انت تبقي جنبي في الأيام اللي فضلالي من العمر. تيجي انت ببساطة كده عايزة تبيعيها؟ ازاي الكلام ده؟ طب تتجوزي فين يا بنتي؟ بابا أنا ما بفكرش في الجواز دلوقتي خالص، أنا ما بفكرش غير في مستقبلي، وبكرة لما أخد الدكتوراه واشتغل هجيب أحسن منها. الخطوة دي أهم خطوة في حياتي، وبعدين كمان المحامي طالب 10,000 يورو، وأنا كمان لازم أسافر، وطبعا كل ده هيحتاج مصاريف. اللي تشوفيه يا أبو سينة يا بنتي اللي تشوفيه، أنا خلاص ما بقيتش قادر أخد وأدي في الكلام. تصبحي على خير. شكلها كده قلبت التراجيدي يا بنتي. ما تعمليش نفسك كده، مفيش حاجه تستاهل. اعملي زي انا، امي برضو كانت تنشال وتنهبد قدامي وتقول لي مش هتعمل كده. كنت في الاول باخدها على صدري واعمل زي ما انت عامله، دلوقتي انا بريح الزبون واعمل في الاخر اللي انا عايزه. يا رؤوف انا مش عايزه بابا يزعل مني، بس هو كمان لازم يحس بيا ويقدر اللي انا فيه. انسي يا بنتي، عمرهم ما بيقدروا، هم جيل واحنا جيل تاني خالص، ما توجعيش قلبك. هو بس استاذ جميل اول لما سمع ال 15,000 يورو دول اتاخد شويه، بس ما تحمليش هم، اخوكي سداد. بس يا رؤوف انت بتقول ايه بس؟ نعم، هو انت فاكراني عشان قاعد عندكم يبقى ضاربني السلك ولا ايه؟ ده انا اعمل بصباعي كده اجيب فلوس. الابتسامه دي الصراحه كده مش مريحاني، شكلها كده فيها سخريه. بس عموما على راي شاديه الكلام مش وقته خالص، العمل هو المفيد، بكره هنا زي دلوقتي نتقابل في البلكونه في نفس الميعاد، اديكي تذكره السفر رايح جاي واليوروهات كاش في ايدك. تصبح على خير. انسه مسينه معلش، اصل انا افتكرت ان بكره الجمعه والبنوك قافله جمعه وسبت زي ما انت عارفه، فاحنا على ميعادنا وكل حاجه، بس يوم الحد بقى ان شاء الله. سلام. يا ترى ما فيش اخبار عن امام؟ ان شاء الله خير، ادعي له يا استاذ جميل. ربنا يخرجه من محنته دي على خير يا رب. وفارس بيه ما عملش حاجه؟ فارس بيه لا عمل، عمل كتير قوي ولسه هيعمل. انا اطمنت قوي على امام اول ما فارس تبنى الموضوع. مدام فوزيه الحقيقه مشغوله باستمرار على امام وبتسال عن حضرتك وعنه. انا مقصر قوي من ناحيتها يا استاذ جميل، ادي الاسبوع هو ما رحتش المدرسه. ما تشيلش هم يا استاذ راتب، الموجود بيسد. الامانه، الامانه يا اخواني وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المسلمين، وادوا الامانات الى اهلها، وادوا الامانات الى اهلها، وأدوا الأمانات إلى أهلها. طب إذا حصل وحلينا مشكلة إمام وخرج يبقى دين، دين ليك في رقبتي العمر كله. طب ولو كنت تقدر تردلي الدين ده دلوقتي حالا؟ الأمانة يا إخواني وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسلمين. أنا عارف إن ماما عاملة لك توكيل بالتصرف في حساباتها اللي في البنك. أنا عاوزك بموجب التوكيل ده تحول لي كل الأرصدة ليا أنا وفريدة ورؤوف طبعا. وأدوا الأمانات إلى أهلها. قدامك فرصة تفكر لغاية يوم الحد، وأنا كمان هفكر بالنسبة لموضوع إمام. وأدوا الأمانات إلى أهلها.
وأدوا الأمانات إلى أهلها.